تهتم فئة من الشباب في ليبيا بالاحتفاظ بسيارات أجدادهم وأبائهم وتجديدها والسعي لبقائها واقتناء غيرها، هواية يمارسها عدد من الشباب محافظين بذلك على جزء من الموروث التاريخي ورحلة في الماضي العتيق. المزيد في سياق هذا التقرير. تتنوع الهوايات وتختلف، لكن جميعها يدخل البهجة والسرور على ممارسيها. في ليبيا يحافظ عدد من الهواة على نوع من أنواع السيارات الألمانية التي وجدت منذ 80 عاما، يهتمون بها ويقطعون المسافات الطويلة من مدينة إلى أخرى للبحث عن قطع غيارها وكمالياتها التي تجعلها في أبهى صورها. هؤلاء مجموعة من الشباب المهووسين بهذه الهواية، فهم يحتفظون بهذا النوع من السيارات الكلاسيكية ويعتنون بها بشكل دوري مستمر. هي طفولة وقديمة يعني، بس تنفيذها كان أمر صعب لأن الحاجة كانت لها مش متوفرة، الحاجة هذه كانت ناقصة جدا في وسط البلاد. يمكن أنها هي انقطعت قصة التصدير بتاع السيارات هذه نفسها، والاهتمام بها كانت بسيطة جدا، ما كانش فيها مهتمام. لكن الحمد لله لقينا بعض الشباب اللي مهتمين وتعرفنا على بعضنا وصار فيه تيمز. ويبحث هؤلاء الهواة عن هذه السيارات، حتى تلك المتوقفة والتي تحتاج إلى قطع غيار غير متوفرة بالأساس، لإعادة إصلاحها وجعلها تعمل من جديد، أمر لم يقف حجر عثرة للاستمرار في ممارستهم لهوايتهم. موروث ثقافي أو سيارات زمان، هذه تعتبر فلكس يعني، سيارة ليبيين كلهم عندهم عاد ذكريات، العائلات ولا اللي دار فيها امتحان قيادة، ولا واحنا لما نسوقوا فيها في الطريق تلقى اي واحد يقول لك عندي معاه ذكريات السياره هذه، سياره معروفه عالميا. وتنظم المؤسسات المعنيه بهذه الهوايه معارض واحداث يقوم فيها اصحاب السيارات الكلاسيكيه القديمه بعرض سياراتهم، ذلك رغم بعض العوائق كعدم الدرايه بقيمه هذا الموروث، كونه يعبر عن حقبه زمنيه جميله مرت بها البلاد. معتز الخريف لأخبار الآن، طرابلس.